الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. السيد عامل صاحب جلالة على عمالة مكناس، السيد قائد الحامية العسكرية بمكناس، السيد رئيس أول بمحكمة الاستئناف، السيد وكيل العام لدى محكمة الاستئناف، السيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمكناس، السيدات والسادة البرلمانيين وممثلي الهيئات المنتخبة، السيدات والسادة ممثلي السلطة القضائية والهيئات العسكرية والإدارية، السيدات والسادة متقاعدي أطر وموظفي الأمن الوطني، السيدات والسادة ممثلي المجتمع المدني ووسائل الإعلام، السيدات والسادة الحضور الكرام، لا أسسني أعدن مع حفظ الألقاب والمناصب. باسم السيد المدير العام للأمن الوطني، وأصالة عن نفسي ونيابة عن كافة أطر وموظفي الأمن الوطني بمكناس، أرحبكم بحرارة وأشكركم على تلبيتكم دعوة الحضور معنا في هذا اليوم المبارك من شهر رمضان المعظم، من أجل مشاركتنا أفراح تخليد الذكرى 63 لتأسيس الأمن الوطني. وبمناسبة حلول هذا الشهر الفضيل، أتقدم باسمي وباسم كافة موظفي الأمن الوطني بمكناس لأخلص التهاني والتبريك لمولانا أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، راجين من المولى عز وجل أن يديم على جلالته نعم الصحة والعافية والسداد، وأن يعيد هذا الشهر الفضيل على بلادنا وهي تنعم بالأمن والرخاء والازدهار في ظل القيادة الرشيدة لمولانا المنصور بالله. كما أتقدم إلى حضراتكم أيتها السيدات والسادة بأطيب التهاني، سائلين الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام بالأجر والمغفرة والتواب. حضرات السيدات والسادة، ببالغ الفخر والاعتزاز نخلد اليوم الذكرى 63 لتأسيس الأمن الوطني على يد جلالة المغفور له الملك محمد الخامس طيب الله ثراه، الذي تفضل جلالته في مثل هذا اليوم من سنة 1956 بإصدار الظهير الشريف المؤسس لهذا الجهاز العريق، رغبة من جلالته في تثبيت السيادة الوطنية للمغرب المستقل عبر إرساء مؤسسة وطنية قادرة على حفظ الأمن وحماية سلامة الأشخاص والممتلكات. وقد حرص جلالة الملك الحسن الثاني قدس الله روحه طيل عهده المبارك على الرقي بالأمن الوطني تأهيلا ورعاية وتطويرا، من منطلق حرص جلالته الدائم على ضمان أمن رعاياه الأوفياء وأمن ممتلكاتهم، مما جعل المملكة المغربية في عهده الزاهر تحقق نهضة شاملة في مختلف المجالات. ومنذ اعتلاء جلالة الملك محمد السادس دام له النصر والتمكين عرش أسلافه الميامين، ما فتئ جلالته يقود بخطى ثابتة واستراتيجية محكمة مسيرة النماء والبناء والتحديث بكامل جهات المملكة الشريفة. عبر إطلاق الأوراس الإصلاحية الكبرى والمهيكلة وفق رؤية ملكية سديدة، يشكل النهوض بقضايا أمن الوطن والمواطنين وضمان طمأنينتهم وحفظ ممتلكاتهم من أولوياتها الأساسية. من هذا المنطلق حرص جلالة الملك محمد السادس حفظه الله على إطلاق ورش بناء المقر الجديد للمديرية العامة للأمن الوطني يوم الأربعاء 24 أبريل الماضي بحي الرياض بالرباط، ليكون رافعا للحداثة والنجاعة في عمل جهاز الأمن الوطني بما يخدم أمن الوطن وطمأنينة المواطنين على الوجه الأمثل. هذه الالتفاتة من مولانا المنصور بالله الذي ما فتأ ينعم على أسرة الأمن الوطني بسابق عطفه وموصول عنايته السامية، تشكلون لنا جميعا مصدر فخر واعتزاز ودافعا لمزيدا من التفاني ونكران الذات والتضحية لنظل عند مستوى تطلعات مولانا المنصور بالله. حضرات السيدات والسادة، في سياق الإصلاح الشامل والعميق الذي تعرفه المديرية العامة للأمن الوطني والذي يرعاه جلالة الملك محمد السادس نصره الله، وفي إطار السعي إلى تحسين الأداء الكمي والنوعي للمصالح الأمنية بمدينة مكناس والارتقاء بها إلى أعلى معايير الاحترافية والمهنية والنجاعة، أعطى السيد المدير العام للأمن الوطني تعليماته بافتتاح هذا المقر الجديد لولاية أمن مكناس بتاريخ 11 يناير 2019، مما انعكس إيجابا على ظروف ولج واستقبال المرتفقين وجودة الخدمات الأمنية المقدمة لهم وتحسن مناخ العمل الوظيفي بشكل كبير، كما شكل إضافة نوعية لآليات تدبير الشأن الأمني بالمدينة، وجعلنا نستشعر
ثقل المسؤولية الجسيمة الملقاة على عاتقنا فيما يتعلق بالسهر على ضمان أمن المواطنين والمقيمين والزوار والحفاظ على ممتلكاتهم من كل اعتداء. هذا وتبقى الأطر الأمنية بولاية أمكنس وهي كل الوية بكافة التحديات الأمنية المطروحة التي تتغير تمظهراتها وتتعاظم مخاطرها وتتسع رقعة مواجهتها ترابيا وكميا ونوعيا بشكل مستمر. من منطلق هذا الوعي تنتج هذه الولاية الأمنية عبر الاجتماعات الأسبوعية والدورية لقيادتها وأطرها واستنادا إلى تقارير مكاتب وفرق الدراسات والتحليل التابع لها على تحيين معطياتها وتجديد مناهج عملها وخططها الميدانية وتطوير أساليبها التسييرية والتدبيرية بما يتلائم مقتضيات ترشيد العمل الأمني وعصرنته وتجويده تماشيا مع التوجهات المحددة من طرف المديرية العامة للأمن الوطني في هذا الصدد. فيما يلي أستعرض أمامكم حضرات السيدات والسادة باختصار شديد الخطوط العامة الموجهة للعمل الأمني بولاية أمكناس وذلك في 4 نقاط. أولا، جعل البعد السباقي والوقائي محور الجهد الأمني اليوم المبذول من طرف المصالح والوحدات التابعة لهذه الولاية الأمنية. على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع تتعبأ العمل بيقظة وحزم وجدية كافة الوحدات الأمنية التابعة لدوائر الشرطة وفرق الأبحاث والتدخلات التابعة للشرطة القضائية والأمن العمومي وفرق الدراجيين والخيالة وشرطة النجدة بشكل يغطي كامل تراب المدينة وفق توزيع عقل ورشيد يرمي إلى تحقيق القرب والسرعة والجودة والفعالية في تقديم الخدمات الأمنية. تكريسا لمفهوم شرطة القرب والتحقيق لشعار الشرطة في خدمة المواطن. هذا الوعد الوقائي يتجسد أيضا من خلال توزيع مدروس ودقيق لعناصر شرطة المرور بالمدارات والمحاور الطرقية والممرات الحساسة بالمدينة من أجل السهر على احترام بنود مدونة السير وضمان سلاسة مرور المركبات وسلامة تحرك الراجلين للفضاء الطرقي. ثانيا، التصدي للأفعال الإجرامية المرتكبة بحزم وصرامة والعمل على إيقاف المشتبه فيهم بارتكابها بسرعة ونجاعة ومباشرة الأبحاث حولها إنفاذا لسلطة القانون تحت إشراف النيابات العامة المختصة في احترام كامل لحقوق كرامة الإنسان وحقوقه وحرياته المضمونة بمقتضى الدستور ونصوص القانون. وقد تدعمت قدرات المصالح الأمنية المكلفة بمحاربة الأفعال الإجرامية المتسمة بقدر عالي من الخطورة وبارتباطاتها الخارجية على حدود المدينة الواحدة بالتنسيق الدائم الذي أصبح اليوم قائما بين مصالح مديرية مراقبة التراب الوطني بمدينة مكناس ومصالح الشرطة القضائية بهذه الولاية الأمنية، وهو من انعكس إيجابا على مردودية جهود محاربة الجريمة العنيفة ومحاربة ترويج المخدرات والأقراص المهلوسة وتعقب وإيقاف الفارين من العدالة. كما شكل خلق وحدة الاستعلام الجنائي والدعم التقني للأبحاث بمقر هذه الولاية الأمنية سندا قويا لجهود محاربة الأفعال الإجرامية وتشخيص هوية مرتكبيها وإيقافهم في أسرع وقت، ومكن هذه الولاية الأمنية من آلية علمية جديدة لتحليل المعطيات الجنائية وتحيين الخرائط الإجرامية المعتمدة في صياغة برامج العمل الأمني. ثالثا، جعل المرافق الأمنية بمكناس سهلة الولوج أمام المواطنين والمرتفقين عامة وتجويد ظروف استقبالهم والرقي بالخدمات المقدمة لهم ومعالجة قضاياهم في الآجال المناسبة وفق معايير النزاهة والحياد والشفافية واحترام القانون والضوابط المهنية استجابة لتعليمات المديرية العامة للأمن الوطني في هذا الصدد. وتتوفر ولاية أمن مكناس على آليات متعددة لتقييم وتتبع ومراقبة عمل المصالح التابعة لها وتدارب كل ما من شأنه أن يؤثر سلبا على جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين. رابعا، مواصلة الانفتاح على المحيط الخارجي للمؤسسة الأمنية وتكريس التواصل والتعاون مع باقي المتدخلين والشركاء من منطلق أن الشأن الأمني شأن جماعي يتطلب إشراك كافة الفاعلين والمتدخلين والمؤسساتين والجمعويين والمواطنين العامة تحقيقا لمفهوم الشرطة المواطنة. حضرات السيدات والسادة، على ضوء محددات العمل الأمني بولاية أمن مكناس كما أشرت إليها سلفا انخرط طيلة السنة الماضية بكل تضحية وتفان ونكران للذات كل أطر وموظفي الأمن الوطني بمكناس نساء ورجالا من مختلف الوحدات والمصالح في التصدي بحزم وصرامة لكل الأفعال الإجرامية بمختلف تمظهراتها وفي تدعيم الشعور العام بالأمن والطمأنينة في نفوس الساكنة ورفع التحديات الأمنية المختلفة بكل جدارة واقتدار. وبهذه المناسبة أتوجه بالشكر والتنويه لجميع أطر وموظفي هذه الولاية
على ما أبان عنه من إخلاص واستماتة في سبيل خدمة الوطن والمواطنين. وبإيجاز أستعرض أمام حضراتكم بعض الإحصائيات التي تعكس حجم العمل والمجهود الذي بذلته مختلف المصالح والوحدات التابعة لهذه الولاية من أمن عمومي وشرطة قضائية وهي حضرية وفرق المرور والفرقة الأمنية العملياتية والمصالح الإدارية خلال الفترة الممتدة ما بين 16 ماي 2018 إلى 15 ماي 2019. إن تحليل المعطيات الرقمية والنوعية المتعلقة بالجريمة المعالجة من طرف المصالح التابعة لولاية أنكنس مكننا من الوقوف على انخفاض هام في نسبة الجرائم المرتكبة مقارنة مع السنة الماضية بنسبة ناقص 7% أو ما يعادل تسجيل 36,883 قضية. هذا الانخفاض في نسبة الجرائم المسجلة تداعم بتقوية قدرات المصالح الأمنية على حل القضايا المطروحة أمامها لتسجل نسبة الإنجاز خلال السنة الماضية ما يقارب 85% بزيادة 5% مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية. وفق نفس المنح الإيجابي بتنسيق وثيق ومستمر مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني واصل عدد الأمن الولائي حربه وبلاهوده على ترويج الحبوب المهلوسة وباقي أصناف المخدرات والمؤثرات العقلية، وقد كلل هذا التعاون الأمني البناء بتسجيل قفزة نوعية في الكميات المحجوزة. وخلال الفترة المشمولة بهذه الإحصائيات تم حجز أكثر من 20,157 قرص مهلوس بزيادة 300% مقارنة مع السنة الماضية، وأيضا حجز قرابة 500 كيلوغرام من المخدرات النباتية موزعة على مخدر الشيرة ونبات الكيف. بالنسبة للعمليات الأمنية المنجزة بمجموع تراب ولاية أنكنس فقد أسفرت عن إنقاذ 39,563 مشتبه به، من بينهم 9,403 مبحوثا عنه على خلفية جرائم وجنح مختلفة، و 21,676 شخص تم إيقافهم في حالة تلبس، من بينهم 1,756 شخص من أجل حمل السلاح الأبيض بدون سند قانوني. فيما يتعلق بالخدمات المرتبطة ببطاقة التعريف الوطنية أصدرت المصالح التابعة لهذه الولاية ما يفوق 48,540 وثيقة، علاوة على إنجاز 1,050 بطاقة إقامة خاصة بالأجانب بالنسبة لحماية المدارات السياحية وتأمين وفود السياح وافدين على هذه المدينة. فقد بلغ مجموع السياح المرافقين من طرف الفرقة السياحية ما يقارب 100,000 سائح. وترسيخا لسياسة القرب والانفتاح على كافة المكونات المجتمعية ما فيها المؤسسة التعليمية وجمعيات المجتمع المدني والمنابر الإعلامية، فقد عقدت المرافق الأمنية بمكناس ما يفوق 40 لقاء تواصلي مع ممثلي الساكنين بالأحياء وباقي المعنيين بالشهر الأمني، كما قدمت الخلية المكلفة بالتحسيس بالوسط المدرسي 300 عرض تحسيسي استفاد منه ما يناهز 70,314 تلميذة وتلميذ موزعين على 227 مؤسسة تعليمية، وذلك بحضور ومشاركة 480 جمعية ناشطة بمختلف المجالات التربوية والرياضية والثقافية. السيد العامل، السيدات والسادة، لقد شكل تدشين جلالة الملك محمد السادس نصره الله يوم الأربعاء 24 أبريل الماضي لمركز الفحص للأشعة والتحاليل الطبية للأمن الوطني بالرباط تكريسا للعناية المولوية السامية التي يحيط بها جلالته موظف الأمن الوطني وحرصه الموصول على خلق مناخ اجتماعي ملائم يضمن لكافة أفراد أسرة الأمن الوطني ظروف حياة كريمة وتغطية صحية متكاملة تشكل دعما لمكتسباتهم المادية والاجتماعية وحافزا لهم على مواصلة أداء واجباتهم المهنية بكل تضحية وإخلاص. على هذه الإرادة الملكية السامية تواصل المديرية العامة للأمن الوطني انخراطها في مسلسل تدعيم وتحديث الخدمات الطبية والاجتماعية المقدمة للنساء ورجال الأمن الوطني الممارسين والمتقاعدين والإفراد عائلاتهم والثفان المصالح الطبية والاجتماعية بولاية أنكنس تحقيقا لهذه الغاية في تقديم العديد من الخدمات الصحية والاجتماعية الموجهة لهذه الفئة من الموظفين التي ما فاتت تعبر في كل مناسبة عن التضحية والتفاني والإخلاص في أداء مهامها. هذه الخدمات تنوعت بين تقريب وتيسير الولوج للمرافق الصحية والاجتماعية لما يفوق 13,243 مستفيد، وتقديم الدعم المادي للموظفين في وضعية صعبة 112 موظف وموظفة، وصرف مبالغ مالية مهمة بمناسبة عيد الأضحى الأخير بفائدة 183 أرملة من أرامل موظفي الشرطة تنفيذا لتعليمات السيد المدير العام للأمن الوطني، وأيضا توزيع 583 قسيمة شراء على نفس الفئة من الأرامل. بمناسبة حلول هذا الشهر الفضيل أصدر السيد المدير العام للأمن الوطني تعليماته بتخصيص
دعم مادي للأرامل موظفي الشرطة استفادت منه على صعيد ولاية المكناس 222 أرملة. بالنسبة للخدمات الصحية فقد استفاد منها ما يناهز 9000 موظف ما بين مزاول ومتقاعد علاوة على ذوي حقوقهم، توزعت بين الطب العام والطب النفسي وطب الأسنان وخدمات التمريض والنقل الطبي والرعاية بمحل السكن وخدمات المؤازرة الأخرى. أيها السيدات والسادة، بهذه المناسبة العزيزة على قلوبنا أود أن أتقدم الشكر والامتنان للسيد عامل عملات مكناس ولباقي مكونات السلطة المحلية بالمدينة على دعمها المتواصل لمصالح الشرطة في مهام حفظ الأمن والنظام، كما أتقدم الشكر الخالص لكافة مكونات السلطة القضائية على إشرافها وتأطيرها الدائم لضباط الشرطة القضائية المزاولين بهذه الولاية، وأتوجه بالشكر كذلك لكافة الأجهزة الأمنية والمصالح والهيئات المنتخبة ومسؤولي المؤسسات الجامعية والتعليمية ورؤساء المصالح الموازية اللامركزة ولممثلي وسائل الإعلام ومكونات المجتمع المدني على تنسيقهم ودعمهم الدائمين لما فيه خدمة أمن الوطني والمواطنين. أيها الحضور الكريم، إن أطر موظفي ولاية أمن مكناس واعون بجزامات المسؤوليات الملقاة على عاتقهم في حفظ الأمن والنظام العام وحماية الممتلكات، واعون بما تقتضيه هذه المهام النبيلة من وجوب التحلي بالاستماتة ونكران الذات والحزم واليقظة الدائمة والإخلاص لمبادئ الوطن والحقه وللواجب المهني الصرف. وفاء منا للأمانة التي نتقلدها، سنواصل العمل جاهدين بدون كلل أو ملل أنا الليل وأطراف النهار في السراء والضراء من مختلف المواقع والرتب والمسؤوليات على بذل جهود تلو الجهود وتقديم كل التضحيات لتحقيق التنزيل الأمثل لاستراتيجية المديرة العامة الوطني ضمانا لأمن المواطنين وسلامة ممتلكاتهم وأمن الوطن وضيوفه الكرام في ظل القيادة الرشيدة لمولانا جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده. وفقنا الله وإياكم لما فيه الخير والصلاح للوطن، وأبقى الله مولانا الإمام ذخرا ومنادا لشعبه الوفي، وأقر عينه بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وكافة أفراس أسرة الملكية الشريفة، إنه سميع الدعاء مجيب، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.